الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على انقلاب الصخيرات أو محاولة انقلاب اللي كانت في يوليوز 1971 واللي معروفة بالمحاولة ديال انقلاب الصخيرات. كانت أول محاولة انقلابية كيتعرض لها النظام ديال الحسن الثاني، وكان أول زلزال كيتعرض له من بعد الاستقلال. قبل منها ما فيها بس بشكل موجز نشير الظروف العامة اللي كانت كتحكم الوضع آنذاك اللي مهدات أو لا أعطت استعداد أنها فكرة ديال الانقلاب تكون موجودة. المناخ العالمي آنذاك كانت ديك الساعات سيادة ما يسمى بالحرب الباردة، كانت الاتحاد السوفيتي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وكانت انتشرت هذه الظاهرة ديال الانقلابات العسكرية، بمعنى أنه عدد من النخب اللي في الغالب كانت كتكون عسكرية كان نفس السيناريو كيتعاود. هاد النخب كتزور عاصمة من العواصم الأوروبية أو الأمريكية، ثم كترجع للدولة ديالها، ثم كدير انقلاب على النظام كيكون كيف ما بغى يكون، سواء كان ملكي سواء كان جمهوري إلى غير ذلك. وكانت انتشرت هاد الموضة ديال الانقلابات العسكرية إبان الحرب الباردة، خصوصا في الخمسينات والستينات كانت انتشرت بزاف. هذا على المستوى العالمي. على المستوى الإقليمي كذلك، لأنه بزاف ديال النخب اللي حكمت في الدول العربية ذات الانقلابات، منها ليبيا، منها العراق، منها سوريا، منها مصر حسب ما أذكر. وكانت هذه الأنظمة هذه كانت مؤمنة بما يسمى القومية الاشتراكية. قومية اشتراكية كانت كتآمن بالعروبة زائد الاشتراكية. وهذه الاشتراكية شنو كانت كتقول؟ كانت كتقول بأنه الأنظمة الملكية بأنها عميلة للرجعية الإمبريالية الأمريكية، وبالتالي ما كاين حتى شي أسلوب باش نتقدموا نزيدوا للقدام ونحققوا الرفاه والتقدم إلا بإزاحة هذه الأنظمة. وهذه الأنظمة هذه كثير منها كانت متواطئة مع الناس اللي قادت المحاولة الانقلابية في المغرب. وبعض المعارضات اللي كانت آنذاك يسارية متطرفة فتلقات الدعم. على كل حال هذا الشيء باقي جاي للموضوع ديالو. إذا هذا على المستوى الإقليمي. بالنسبة للمغرب اللي قاد هذه المحاولة الانقلابية جوج الناس، الجنرال المذبوح والجنرال عبارو، محمد المذبوح، محمد عبارو. محمد عبارو كان هو مدير المدرسة العسكرية في أهرمومو، وهذه المدرسة العسكرية كانت نموذج فريد في إفريقيا، وكانوا كاع بزاف ديال الجيوش الإفريقية كانوا كيجيبوا الطلبة ديالهم كيتدربوا وكيقراوا في هذه المدرسة ديال أهرمومو، وكانت نموذجية وخاصة بتخريج الأفواج ديال ضباط الصف. هذا محمد عبابو. محمد المذبوح كان شخص عسكري وتقلد مناصب مدنية، عامل وكذلك حسب ما أذكر عامل ووزير البريد، يعني تكوين عسكري وتقلد مناصب مدنية. محمد المذبوح تفاهموا مع بعضهم على أساس أنه قال اش كاين نديروا انقلاب على الحسن الثاني. محمد المذبوح التبرير أو التفسير، لأن ما يقدرش الإنسان يبرر الانقلاب كيف ما بغى يكون الحال، التفسير اللي عطاه هو أنه قالك أسيدي بأنه المغرب فيه الفساد، الفساد المالي الإداري إلى غير ذلك. وكيقولوا الزملاء ديالو بأنه محمد المذبوح كان مشى للولايات المتحدة الأمريكية وتلاقى مع شي سيناتور أمريكي، وهذاك السيناتور الامريكي هضر له على الصعوبات اللي كيتلقاوها المستثمرين الاجانب مع الاداره المغربيه، وبان كيطلبوا لهم مبالغ ماليه رشاوي. جاء محمد المذبوح شكى على الحسن الثاني. اذا جاء الحسن الثاني ما تفاعلش مع الامر،
ولا عاود معاه الكلام من جديد. الحسن الثاني كان جمع واحد المجموعه ديال الوزراء اللي تعرفت عليهم الرشوه وصلحوا دفعهم المتابعه، يعني دفعهم المتابعه يشوف القضاء الى غير ذلك. هاد الامور هذه ما قنعتش محمد المذبوح انذاك، بدا كيفكر انه يقوم بمحاوله انقلابيه. جاء اليوم اللي كانوا تفاهموا عليه هو وعبابو، حاولوا في ايام قبل وكانت الظروف ما كتناسبش، كتكون شي تغييرات كتاجل العمليه، حتى جا اليوم اللي حددوه الساعه الصفر، هو النهار اللي الحسن الثاني كيحتفل بعيد الشباب ديالو في القصر الملكي في الصخيرات. وانتم كتعرفوا الحسن الثاني الله يرحمه كان كيهتم بالضيوف، سفراء، وزراء، مبدعين، كتاب، سياسيين، برلمانيين من الخارج، من الداخل الى غير ذلك. كان من هذه الصفه هذه كانت معروفه فيه اكرام الضيف والحفل بهيج الى غير ذلك، وفي الصيف والرائحه البحر الى غير ذلك. هزوا 1200 ديال التلاميذ ديال مدرسه اهل مومو، قال لهم اسيدي وجدوا ريوسكم، غادي تمشيو لمناوره عسكريه. شنو هي مناوره عسكريه؟ يعني هي كنمشيو كنختاروا شي بلاصه في الخلا بعيده وكنديروا فيها التدريب ديالنا. خرجوا وخرجوا معاهم الذاخره الحيه، تلامذ حسب الشهادات ديالهم اللي كيعاودوا. قال حنا قلنا ربما بانه امر عادي، بانه الذاخره ربما امر عادي، ما داو ما جابوا، هذا الشهادات ديالهم. وتم خارجا يالله 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 يالله، حتى نزلوا في الغابه ديال المعموره ما بين قنيطره والرباط، خلاوهم تما ارتاحوا، كلاو شي حاجه وكلوا الجنود. الجنرال عبابو عيط لواحد المجموعه من النخبه اللي معاه وبدا كيشرح لهم. انا عاد كشف لهم على الخطه الباقي، قال لهم دير انا وجدت واحد المحاوله انقلابيه، راه غادي نحيدوا هذا الشيء وغنفعلوا وغادي نتركوا الامور، غادي تتقادد والامور الى غير ذلك. واحد المجموعه ديال الجنرالات قبلوا، واحد المجموعه ديال الجنرالات بعض الشخصيات رفضوا وبعض الشخصيات مشاو، ولاو ركبوا التلاميذ كل واحد يشد بلاصتو الى غير ذلك. فين؟ قال لهم اسيدي عبابو، قال لهم اسيدي بانه الحسن الثاني كيتعرض لواحد المؤامره ديال الاشتراكيين اليساريين، لان في ديك الاثناء كانت معروفه الاشتراكيين في المغرب كانت عندهم واحد الوجود وواحد القوه وكان واحد مصدر ازعاج النظام ككل. هذه امور على كل حال من بعد نهضروا فيها. قالوا لهم بانه راه كاينه واحد الثوره وبانه الملك في القصر وبانهم راه هجموا عليه الثوريين. وبالفعل مشاو فرقعوا الباب، يعني دخلوا في الباب ديال القصر الملكي، دخلوا فاجئوا الحفل، فاجئوا الحسن الثاني، فاجئوا الضيوف ديالهم. في الاول جاب لهم الله بان ربما العاب ناريه، ولكن من بعد ما بدا القرطاس وبدا اطلاق السلاح كيف كيحكيو، قال لك كانت مجزرة رهيبة جدا، كانت عشوائية، كان الأمعاء، كانت الدماء، كان يعني يوم أسود بمعنى الكلمة. وكانوا حتى الجنود في حالة هستيرية، ما عارفين حتى شي حاجة، كيعرفوا مجرد إطلاق النار لا غير. وتخلطت ديك الساعات كيف كيحكيو، ما بقاو عارفين الظالم من المظلوم، أشنو كيبقى إلى غير ذلك. على كل حال من بعد بداو كيناديو على اسماء ديال بعض الشخصيات، هذا عبابو، وكيخرجوهم، كاين اللي كيفلات، كاين اللي ديك الساعات كيقتلوه، الله يعاون، صافي. خرج ديك الساعات المذبوح، حسن الثاني الله يرحمه كان هو الجنرال الدليمي وبعض سميتو، كانوا مخبيين في ليفيستير، وكان معاهم المذبوح. خرج المذبوح في الوجه ديال عبابو، المذبوح قال لعبابو، قال له اش هاد فانتازيا؟ قال له زعما اش درت يا الشريف؟ قال له حنا ما تفاهمناش على هادشي. دابا هذا من المذبوح مع عبابو،
قال له احنا ما تفهمناش على هذا الشيء يا صاحبي. جا بابو جاوبو قال له اون جينيرال انا ساليت الشعور ديالي الاولي دابا كمال عليك. قالوا فينا هو الحسن الثاني؟ هذا بابو سول المذبوح، المذبوح جاوبو قالوا الحسن الثاني راه مآمن في واحد البلايصه. سولوه بابو قالوا واش عطاك التنازل؟ كيقصد التنازل على الحكم. جاء المذبوح قال له عندي التنازل وها هو في جيبي. جاء بابو قال له يلاه زيد وريه ليا. جاء المذبوح قال له اه بلاتي كذا الى غير ذلك، ربما هنا ربما هنا. اذا عبابو اوتوماتيكمون مشات النيه ديالو بانه كاينه خيانه من المذبوح. فعبابو قتل المذبوح، يعني ما كاينش المجال هنا ديال التردد، قتلو. كاين اللي كيقول هو اللي قتلو، كاين اللي كيقول رصاصه طائشه، المهم محمد المذبوح طاح. وكيقولوا بانه محمد المذبوح كان ناوي الانقلاب ما يكونش دموي، يكون ابيض، يكون حصار القصر الملكي، ثم يكون اجبار الملك على التنازل على الحكم، ثم ما نعرف يديروا شي مجلس او لا شي حاجه، ثم راك تعرف الجيش العسكري الانقلابيين كيفاش الطريقه كانوا كيفكروا انذاك. بينما عبابو كان دموي. اذا تقتل محمد عبابو، تقتل عفوا محمد المذبوح، عبابو خلى خاه قال له قابل لي القصر الملكي، يلا حنا نمشيو نكملوا المسائل ديالنا. اذا الاخ ديال عبابو بقى مكلف بالحراسه في القصر الملكي، وعبابو مشى على برا. فين مشى؟ مشى لاذاعه التلفزه المغربيه سيطر عليها وطلبوا انه يتقرا واحد البيان بانه راه انقلابيين سيطروا على الحكم وبانه غادي يقضيوا على الفساد وغادي يديروا كذا الى غير ذلك. ومن موراها مشى لهيئه الاركان المسلحه الملكيه لي طاماجور كذلك باش يسيطر عليها، ولكن كان خرج له تما الجنرال احمد البوهالي. احمد البوهالي ما خلاش عبابو يدخل وما سلملوش شي القياده وما سلملو حتى شي حاجه. تواجهوا مع بعضهم، تلقوا الرصاص على بعضهم. الجنرال البوهالي توفى يعني في عين المكان في ديك اللحظه. عبابو بقى مصاب واحد الجرح متاثر، وهذاك الجرح هو اللي كان بمثابه البدايه ديال اطلاق رصاصات الرحمه على هذه المحاوله الانقلابيه. اما في القصر الملكي الاحداث تطورات بواحد الشكل سريع. شنا كيفاش؟ انه الحسن الثاني خرج من البلاصه اللي كان مخبي فيها، شدوه حاطوه واحد مجموعه ديال التلاميذ. جاء الحسن الثاني سول دوك التلاميذ قال لهم انتوما جيتوا ديروا هنايا؟ قالوا الدراء قالوا لنا بانه الثوريين بغاو يديروا محاوله انقلابيه ونعم سيدي كذا الى غير ذلك، وبغاو يقتلوا هذا الى غير ذلك. قال لهم انا الملك وانا القائد ديالكم، هبطوا داك السلاح واجوا نقراو الفاتحه مجموعين مع بعضياتنا. قراو الفاتحه مجموعين، وهذه قراءه الفاتحه هي اللي من وراها الاحداث انقلبت راسا على عقب. جاء ديك الساعه التدليمي، الحسن الثاني واقف سلم له جميع الصلاحيات، قال له كنعطيك امر انك تكلف باش تسالي علينا هذا الشيء كامل، تكلف يعني ما بغيتي. وفقير ملي فوض له الحسن الثاني جميع الصلاحيات قام باعدام الرؤوس مدبره الانقلاب كيف قلنا، وزاد معهم بعض الشخصيات اللي كانت مواليه للحسن الثاني وكانت ضد المحاوله الانقلابيه. يعني جمع كل شيء باش يفل الاسرار، لان افقير كان هو اللي وراء المحاوله الاولى، هو اللي كان وراءها من بعيد. والحسن الثاني الله يرحمه كان من الصفات ديالو انه الا عطاك شي واحد الثقه ما كيوليش يمش موراه. هذه الثقه اللي تعطات الافقير هي اللي غادا تساعد افقير انه غادي يمهد المحاوله الانقلابيه الثانيه، لانه افقير بدا وباش يطمس المحاوله الاولى
بدا كيفكر في المحاوله الانقلابيه الثانيه. هنا غادي يلجا لواحد الاسلوب مغاير. والغريب في الامر ان المحاوله الانقلابيه جات من بعد سنه او اقل، من بعد سنه او اقل. وكيقولوا بانه من الاخطاء الا بغينا نقولوا ديال الحسن الثاني، انه كان واحد العدد ديال الشخصيات منهم عبد الهادي بوطالب كان في بعض المرات كيفتح النقاش مع الحسن الثاني حول محمد أفقير، ولكن الحسن الثاني كان دائما كيواجهه كيقول له لا انت غير كتزيد فيه وهذا الشك وهذا الوسواس الى غير ذلك. يعني الحسن الثاني ما كانش كيتصور الخيانه غتوصل حتى لهذه الدرجه، وهذا الشيء اللي غادي نكتشفوا الحسن الثاني من بعد سنه.